مشروع اتفاق سياسي بين النظام والمعارضة في موريتانيا بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة يتسرب إلى الإعلام بعد أن كان النقاش يجري بشكل سري بين الطرفين، ويحرص الطرفان المتحاوران على نفي حصول ذلك. ويتضمن مشروع الاتفاق الذي حصلت عليه وكالة أنباء الأخبار المستقلة 11 مادة تنص لها على مشاركة المنتدى في اقتراح أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى إعداد وتحضير السجل الانتخابي وتكتتب موظفيها عبر مسابقة شفافة ونزيهة وفق مشروع الاتفاق. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء تعنى بوضع معايير بشأن تطبيق قوانين محاربة الرشوة. وتنص المادة الخامسة من الاتفاق على بحث تصويت الجيش وقوى الأمن بحيث لا يكون في يوم ولا دوائر خاصة. سادس مواد مشروع الاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة في موريتانيا تنص على تطبيق الصارم للقانون الخاص بالولوج للإعلام العمومي، فيما تنص المادة السابعة على تطبيق قانون التعارض وحياد مسؤول المؤسسات العمومية. واتفق الطرفان وفق المادة الثامنة من مشروع الاتفاق على الاستمرار في التفاوض حول بقية نقاط العريضة المقدمة من طرف المنتدى بغية الوصول لاتفاق بشأنها، واعتبر أن مشاركة مكونات المنتدى تكون تلقائية في أي انتخابات قادمة بتوقيع الاتفاق. كما اعتبر الطرفان وفق مشروع الاتفاق السياسي أن البنود الواردة في الاتفاق والتي كانت محل اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة خلال 2013 و2017 تكون نافذة بعد موافقة تلك الأطراف عليها. كان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين للشيخ قد نفى بشكل قاطع حصول أي اتصال بين الحكومة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، لا بخصوص الانتخابات ولا بخصوص غيرها. وهو الموقف الذي أكدته قبل ذلك أطراف داخل المنتدى، وإن أكد رئيسه الدوري تواجهه ومجموعة الثمانية نحو المشاركة في الانتخابات، موقف أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية العضو بمجموعة الثمانية ألا علم له به، وأن الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة.